أهلاً معكم برحب فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج على علمي حلقتنا اليوم بتحمل عنوان القياده لا مستحيل في قاموسها وبتتمحور حول اهميه المهارات القياديه في عملنا وحياتنا اليوميه تعد المهارات القياديه او ما يعرف بالليدرشيب سكيلز عنصرا اساسيا بجميع معدلات النجاح سواء على الصعيد الشخصي او المهني او حتى الاكاديمي فمهارات القياده هي احدى اكثر المهارات المرنه او السوفت سكيلز يلي بيعطيها ارباب العمل اهتمام خاص وبيبحثوا عنها بالمتقدم عن كل وظيفه تضم المهارات القياديه بدوره تحت مظلتها عده سمات شخصيه وقدرات تواصليه لابد كل واحد منا يتعلمها كثير من الاسئله رح نجاوب عليهم اليوم مع ضيفي بالحلقه الدكتور الجامعي دكتور دوري دو اهلا وسهلا فيك, أهلا فيك الدكتور عم نستضيفك مره ثانيه عبر شاشتنا بكل سرور لنستفيد اكيد من المعلومات اللي حضرتك بتعطينا اياها بدايه رح نتوقف مع بطاقه تعريف ونبدأ حوارنا معك فيه. القيادة تعني أن تملك زمام الأمور ويكون لك تأثير قوي على الآخرين وقدرة على إقناعهم وجعلهم يلتفون حولك. القيادة متعددة ومتنوعة وكل منا يمكن أن يقوم بأكثر من نوع مثل تنظيم فريق عمل وإدارته، وضع خطط عمل له، توجه واقتراح الحلول للمشكلات يلي بتعترضه. شو رأيك دكتور؟ شو هو التعريف السليم للقيادة؟ ذكرت حضرتك كلمة تأثير وهيدي دبل أندرلاين تحتها لأنه هي الكلمة الأساس لتنعرف القائد أو فن القيادة أي لأي درجة بنقدر نأثر على الآخر التأثير ومش مثل ما بتفكر شريحه كبيره من الناس انه القائد هو يلي بيكون عنده اكثر followers او او تابعين له او ناس بتزقف له او مثل مفهوم الزعيم عندنا بلبنان هيدا مفهوم خاطئ لا التاثير بمعنى انك تاثري على غيرك حتى يختك كنموذج او رول موديل وتخلق قاده جدد قد بتقدر تخلق قاده جدد هيدا هو التعريف الصحيح وهيدا هو القائد الصحيح مش التأثير بمعنى أنه عندي ناس عم تلحقني أو عندي زقيفة أو معنى الزعيم نعم. الأبدي الأزلي لا التأثير حتى نقدر نخلق نحن قادة جدد من بعدنا شو هي شوي الصفات الصفات الناجحة لشخص القيادة هلا في عدة عدة صفات ولكن رح اذكر اهمها قوة الاقناع كثير مهمة الكاريزما آه كتير مهمة جاب ريليفنت نولج او قديش انا عندي معلومات بالعمل يلي آه يلي عم قوم فيه قد عندي انا اويرنس قد عندي انفورميشن آه الانتجريتي يلي هي من اهم الصفات الانتجريتي او النزاهه بده يكون شخص محط ثقه اذا شخص آه في آه بحوم حوله شبهات ما كان ما بسلوكه او بادائه او باخلاقه ما ما تتأمل لأنو يكون يقدر ياثر على غيره لانه بدهم بدهم يتاثروا بشخص عنده نزاهه وعنده استقامه وعنده آه عنده اخلاق ومبادئ آه بده يكون عنده الانوفيشن خلوق آه يقدر يجيب افكار جديده مبدع الانوفيشن اند كرياتيفيتي كثير مهمه آه التواصل كوميونيكيشن جدا مهم يقدر يتواصل الحوار. مع الاصدقاء الحوار طبعا يقدر يفتح ديالوج يفتح حوار مع الاخرين يقدر يحكي ويتواصل مع الاخرين ريليشن <applause> شيب كمان قد بيقدر يكون عم عم يستمع للكل من مختلف الجهات ومختلف وجهات النظر ويقدر يبني علاقه وطيده معهم الامباثي <applause> الامباثي يعني بتقولي لواحد حط حالك محلي شو كنت عملت هيدي حط حالك محلي لو انت محلي شو كنت عملت اسمها الامباثي نتعاطف مع الاخرين نقدر نحط حالنا محل الاخر تنعرف كيف بدنا نتصرف وهي بتتطلب درجه عاليه من الذكاء العاطفي او الايموشن انتليجنس يعني بده يكون شخص الليدر هو مش بس عنده الذكاء الفكري او الانتلكشوال انتليجنس ما بيكفي لا بده يكون عنده الايموشن انتليجنس يقدر يحط حاله مكان الاخر يقدر يتعاطف مع الاخر واذا هو مكان الاخر كيف بيتصرف يعني برايك انت القياده مش دايما بيكون هو المتصلب على الشخص او كيف بدي اقول لك اكيد يعني لا مم. هي سدو ترانسفورميشن ليدرشيب اللي عم تحكي عنها يعني هتلر او او بقتلك او بتلحقني يعني هيدي انه او انه الفرد براسك وبتنقتل او بتلحقني ما عادت قيادة هيدي نعم. من الليدرشيب هيدي اسمها سدو ترانسفورميشن ليدرشيب صارت آه يعني عم تستعمل الفورس او الكورس باور او طريقه قمعيه طبعا منا هي الموديل المضبوط من الليدر شيب اكيد لا <applause> بده يكون شخص قادر قادر يوصل الافكار اللي بده اياها للتيم يلي معه الفريق العمل ويقدر هالفريق العمل كمان بذات الوقت يعطي هو افكاره مش بس 1 كوميونيكيشن بيكون في تو واي كوميونيكيشن يقدر ياخذ الانبوت منهم ياخذ افكارهم ويعطيهم فيدباك بذات الوقت يقول لهم انه هاي الفكرة مزبوطة هاي الفكرة مش مزبوطة هاي الفكرة بدها تحسين بدها تطوير بده يعطيهم فيدباك كمان نعم, نعم. وهني كيف الانسان بيقدر يطور من حاله انه اذا كان بموقع القيادة في كذا في كذا تولز وتكنيكس اكيد يعني على شو بده يرتكز يعني رح احط التريننج سنترز وراح احط الادوكيشن واليونيفرسيتيز والسكولز والكورسز على جنب اوكي لانه هو اللي بيلعبوا دور كثير مهم بال بالتريننجز بيرفورمانس لحتى نقدر نطور مهارات الليدرشيب سكيلز عند عند الناس وفي كثير اليوم عم يشتغلوا بهذا الدومين بيقدر هو يشتغل على انه يعزز المعلومات اللي عنده اياها يطور المعلومات اللي عنده يشتغل على شخصيته على ثقته بحاله يتمكن من حاله بعلاقاته وتواصل مع ناس يقدر يتاثر فيهم ياخذ نموذج لإله او رول مودل اليوم بنت صغيره بتشوفيها مثلا عمرها خمس سنين عم تلبس كاربينة امها وتمشي فيها ومبسوطه ليش؟ لانه امها هي رول مودل لها تاثرت بامها حطيت انفلونس اما عليها، صارت عم تعمل مثل ما اما عم تعمل، اذا اليوم كمان بدو الشخص يشوف رول مودل بيتاثر فيه بيعتبره هو هيدا شخص الايدل بيرسون ويقدر ياخذ نموذج لألو، وطبيعي بدو يشتغل على شخصيته هو يكون عنده الكاريزما والثقه بالنفس، قوه الاقناع كمان ويشوف وين في عنده نقاط قوه يحافظ عليها وين عنده areas of improvement هون الشخصية بتلعب دور أيضا أه الشخصية شخصية الفرد بتلعب دور في شخصيات ما بيقدر يتولى ايه؟ ممكن أوقات القيادة اه مش هيك عم لك أنا لازم يشتغل على هذا الموضوع اللي عنده إياها عنده إياها إبسو فاكتو إذا ماشي حاله بس ما عنده إياها بيقدر يشتغل عليها بيقدر يطورها اوكي أه بيقدر هو يمكن بالجامعه ياخذ بروجكت يعمل له برزنتيشن قدام الصف قدام أه. رفقاته هيدي بتعزز له من شخصيته اوكي وهيدا نحن كنا نعمله بالجامعه ايام جامعه ممكن كنت انا كل كورس كان عندنا في برزنتيشن بروجكت برزنتيشن ما كنا نعرف اهميته كنا بالاول ليش عم نعمله بعدين تكتشف انه هيدا لا ساعدك انك انت تقدري تحكي مع الناس بطريقه كتير هيني تتواصل مع الناس بطريقه هيني وتقنع العالم بطريقه كتير هينه بتصير شخصيتك اقوى صحيح ايام قصص بسيطه نحن ممكن ما بننتبه ما بننتبه لها له. ولكن بعدين نعم. بتكتشفي اثر عليك نعم في في بقاموس القياده مستحيل يعني اذا شخص قياده مثلا معقول يقول مستحيل انا اقدر اعمل هذا الشيء يعني بده يكون الجول او الهدف هو سمارت جول يعني سبيسيفيك ميجربل اتينبل رياليستيك واقعي يعني ما بقدر انا اليوم حط هدف لحالي او حط هدف للتيم تبعي شي غير واقعي وشي مستحيل من الاول بدي احط اهداف تكون بتتحقق اهداف يقدر يوصلوا اهداف بقدر انا كمان اوصل له بقدر احققها نعم. يمكن تشالنج تخلق لي التحدي ولكن لازم تكون اهداف تتحقق منطقيه وريالستيك نعم هل بتقتصر فقط الاهداف تبع القياده على الوقت الحالي او هي مفروض تكون طويله الامد او الخطط مفروض تكون حتى طويله الامد من اهم الصفات لل, لل... صفات القياده هي الرؤيه او الفيجن نعم القائد بده يكون شخص فيجنري يعني بده يشوف 20 او 50 سنه لقدام هالقد نعم بده يكون رؤيوي وشايف الامور لوين رايحه لبعدين صحيح وهيدا يلي ستيف جوبز مؤسس ابل أه بس توفى ما ماتت ما ماتت ابل ليش؟ لانه كان محضر تيم كوك يستلم من بعده صحيح هو كان ال نعم سو كان عامل بلان نعم كان اي اذا انا متت ما بتموت معي ابل ابل بتكمل وبتعزز موعها اكثر واكثر نعم وعمل السيشن بلانز بس هي إيه ممكن ظروف على الشخص مثلا بيكون محضر خطط بيعملهم بشكل سريع، هل هذا الشيء سليم ولا لا؟ أه سريع ولكن بتأني، إذا سريع وبتأني فرق بين تسرع وبسرعة نعم إذا بسرعة لا أوقات نحن بدنا أه بدنا نكون سريعين لأنه في منافسة، في أوقات الوقت بيحكم علينا كمان أمور نكون سريعين، ولكن نعم. تسرع ما بيسوى طبعاً وهم دي الفلكسيبيليتي او المرونه بشخصية شخصيه القائد يقدر يتكيف مع الظروف نعم. بدي اقرا لك شيء باكد تقرير صادر عن كليه هارفرد للاعمال انه القاده الناجحين لابد من انهم يمتلكوا القدره على التعرف الاستراتيجي اي انهم يكونوا مستعدين دائما لتغيير استراتيجياتهم من اجل الحصول على فرص جديده او التغلب على التحديات غير المتوقعه يلي بتواجههم شو هي التحديات الممكنيه ممكن الفرد يواجهها بهذا يعني الأسهل اسهل تحدي نحن طبع. عم نواجهه هلا كوفيد 19 هيدا تحدي. إذا أنت حتى رؤية أو استراتيجية لمؤسستك أو لشركتك أو للبنك أو لل شيء عند تملكي أنت أو لحياتك الشخصية كمان. إذا كثير كانت ريجيد أو صلبة هيدي الاستراتيجية ما بتقدر تكون فلكسيبل وتغيرية حسب الظروف وإجتك مثل هلا قصة كوفيد 19 يلي ما حدا متوقعها بكل العالم. صحيح. شو بتعملي؟ بتوقفي قدامها وبتقول أنا ما في أعمل شيء؟ بينما اذا انت حاطه هالرؤيه او هالستراتيجي او هالهدف استمراريه كمان وقايلة لانه اذا بيصير هيك بعمل هيك اللي هي بتوقع تحت شيء اسمه كرايسيس نعم. مانجمنت واداره المخاطر اذا منك عملتيها انت ما عندك مرونه يعني منك فليكسبل هل بيقتصر الشخص القياده فقط بالعمل ولا نحن بحكم حياتنا ممكن كام بالبيت او كصبيه او كطفل القياده مهمه برايكم كيف فينا آه انا بمحاضرتي بالصف بسال طلابي نعم برايكم القائد له عمر معين؟ ليه بيسألون هيك؟ لانه بيكون ولد عمره خمس سنين عم يلعب قدام البيت فوتبول هو واصحابه نعم بتشوفي واحد من هالولاد هال اللي عم يلعبوا هو عامل رئيس اللعبه صحيح دائما في <applause> رئيس اللعبه في البوس. <applause> ايه شو يعني رئيس اللعبه يعني نعم <applause> يعني هو اللي عم بيقول انت هون وانت هون انت عمول هيك وانت عمول هيك هيدا بكون عمره ولد عمره خمسة او سبع سنين آه اذا ما الا ما الا مكان معين ما الا عمر معين آه ما الا آه اذا انثى او ذكر اوكي تقدر <applause> نعم. تكون ما الا مركز او موقع أنا يعني برايك كل فرد لازم يمرن حاله على هذه القياده اكيد لأن بيقدر يكون مثلا المسؤول عن الشوفريه بقلب الشركه عندي نعم. يكون عامل ليدنج او عمل قائد على الشوفريه نعم ما إلا موقع معين أو مركز معين شو مدى أهمية التواصل والإصغاء بالقيادة؟ وقديش قديش المدى تبع هيدا التواصل بين القياده والتيم تبعه اكيد مهم جدا مهم جدا لانه بده بده بالاخر اذا بدّو يحط هدف معين اذا اذا ما في كان قبول لهيدا الهدف من فريق العمل تبعه نعم. اي مشكله بيواجهوها لتحقيق هالهدف رح يتخلوا عنه ويقولوا نحن ما بدنا بقى نكمل لان نحن مانا موافقين عليه وما استشرتنا قبل ما حطيت هيدا الهدف. والعكس صحيح، إذا بده يحط أي هدف معين أخذ رأيهم استشارهم وهن وافقوا عليه لو مهما واجهتهم تحديات بيضلوا مكملين للاخر ليوصلوا للهدف. إذا كتير مهم إنه ما يعتبر حاله إنه هو بيعرف كل شيء وإنه هو كل شيء بده يكون منزل عليهم، بالعكس بدو يتشاور هو وياهم ياخذ راين ويقدر هو يعطيهم كمان الفيدباك نحن وين وصلنا بتحقيق هيدا الهدف صرنا بنص الطريق صرنا على اخر الطريق في انجازات ما في انجازات لازم نظبط نصحح المسار تبعنا وبذات الوقت هن لازم يكونوا عم يعطوا الانبوت تبعهم وعم بيشاركوا بهيدي الاهداف لحتى يكون في التزام وكوميتمنت فيها نعم. اذا ما شاركوا ما راح يكون في كوميتمنت يعني اذا بدنا نختصر شوي اللي قلنا هيك بشكل سريع شو هي اهم المهارات القياديه مثل ما قلنا التراست والكريديبيليتي نعم اوكي يكون محط ثقه آه. الكرياتيفيتي اند انوفيشن آه. ما في قلد غيره شو عم يعمل وهو يعمل بده يخلق افكار جديده يبتكر اشياء جديده هيدا اللي بيميزه الافكار دائما دي طبعاً. جديده؟ هيدا اللي بيميزه عن غيره يقدر نعم. يكون انوفيتيف كرييتيف الاويرنس اويرنس اند نولج كثير مهمه كمان يكون يعرف الشيء اللي هو عم يعمله يكون persuasive نعم. كونفينسينغ يقدر يقنع الاخر ويكون عنده الايموشن انتليجنس والامباثي كمان او الذكاء العاطفي نعم هل هل في عوامل اخرى ممكن بتدخل بالشخصيه تبع الفرد مثل أه ما مثل ما سبق قلنا الكاريزما بتلعب كثير دور في ناس سبحان الله تعالى عندهم اياها في ناس بيجربوا يشتغلوا عليها حتى يطوروا في الثقة بالنفس سيلف كونفدنس قد انا بوثق بحالي وقد ما بوثق بحالي كمان هيدي فينا هون اذا بدنا نحكي شوي عن نقطه الثقه بالنفس في القياده اذا بدنا نفصلها آه ايه يعني يعني ما فيك انت آه يكون عندك ثقه بنفسك و وانت منك انك عامل او شغلك يعني ما بقدر انا اليوم آه اعطي محاضره بشغلي وانا المعلومات اللي عندي مني متمكن منها رح دغري قدام آه الاودينس تبعي وقدام طلابي رح انكشف اني انا ماني متمكن من المعلومات يلي عندي اياها نعم. لانه بينت انه ما عندي ثقه بحالي اذا الثقه بالنفس بدها تكون معززه بمعلومات بريسيرش باكسبيرينس ب ب سبق وقطعتي بتجارب معينه عم تقدري تشيرت وذ اذرز كل هيدي بدك تكون انت شغله عليا قبل لحتى تربح السلف كونفيدنس وإذا ما كانت موجودة أينما حليتي أنت رح تحسي حالك إنك منك متمكنة من حالك ورح تبين محل ما أنت وما رح تقدري تأثري وما رح تقدري يكون عندك امباكت فاكتور ولا انفلونس على غيرك لأنه إذا هو مش واثقين بحاله كيف نحن بدنا نوثق فيه صحيح سو ال سو سلف إز فيري امبورتنت أوكي يكون متمكن من عنده الشخصية الاي كونتاكتس بس يكون عم يتوجه لغيره البادي لانجويج بس يكون عم يحكي مع غيره اوكي وريسبكت فول ريسبكت ريسبكت اوف هيم سيلف اور هير سيلف اند ريسبكت اوف اذرز ات ذا سيم تايم نعم اي متى الفرد مش مفروض يستخدم القيادة بحكم شغله حياته خلينا نبلش بالشغل اي متى غلط انه يستخدمه ما في غلط وصح في في ناس بهمها تكون بليدرشيب ستيج وناس ما بهمها ناس بهمها بس تعمل مانجمنت يمكن اداره بتحب تنظم ملفات بتحب تراقب الافشنسي او الفعاليه بس مش تحقيق الهدف بتحب كيف الاشياء عم تعمل عم تنعمل قبل تعملها هي ذاتها ما تخلق اشياء جديده في اشخاص هيك مش مجبورين يكون عندهم ليدرشيب بيكون عندهم مانجمنت سكيلز يمكن نعم وفي اشخاص العكس ما بيقدروا يكونوا دائما فيكس محل ما هني يعني بحبوا يتطوروا بحبوا يقدموا شيء جديد بحبوا يكون عندن ناس عم تتاثر فين بحبوا يكونوا رول موديل هيدا بيرجع على كل شخص هو الكاركتر تبعه اوكي وهو شو بده مش هيك بتفوتي اوقات على بنك مثلا بتضلك تفوتي عليه 50 و60 و70 مره وعم تتعاملي مع ذات الشخص على الكونتور دائما على سنتين وعلى ثلاثه وعلى اربعه وخمسة وعلى, وعلى عشر سنين عم تتعامل مع زيت الشخص على الكونتوار اوقات تفوتي مره او مرتين بتقول هيدا الشخص يتعامل معه وين صار؟ طيب هيدا الشخص عم تشوفيه على عشر سنين بزيت المحل على الكونتوار هو منه حابب يكون غير على الكونتوار هو مبسوط هيك يكون عم يعمل زيت الشغل كل يوم وما يروح على محل تاني مش معناتها ما عنده ديجريز او ما عنده شهادات او ما عنده سيرتيفيكيتس لا ممكن كثير عنده اياهم وموجودين ولكن هو اختار يكون هون ما بده يكون عنده تين هيدا دوره يعني بالعمل هو هيك اختار نحن نحن نعم. choice نعم هلا بالحياه اليوميه اذا بدنا ننطلق من مفهوم العائله دائما الاب هو اللي بيتولى القياده بالمنزل شوي اكثر من باقي الافراد برايك هل المفروض فقط الاب يتولى القياده بالمنزل؟ هلا شوي تغيرت المنتاليتي يمكن صاروا انه لانه الامراه عم تشتغل والرجال عم يشتغل ما عاد بقى فاصلين يعني اثنيناتنا من رب الاولاد واثنيناتنا بنقوم بالواجبات اللي علينا آه ك... كل حدا لازم يكون عنده الليدر شيب تبعه بمحل معين آه يعني البي لازم يكون الليدر شيب تبعه بمحل ما في اساوي اكثر وضغط اكتر وحمل الهموم اكتر على نعم. آه والمشاكل الكبيره آه الام بدو يكون عندها الليدر من ناحيه الحنيه من ناحيه تظبيط امور البيت المانجمنت تبع البيت اكتر آه حتى هو التفاصيل قياده طبعا طبعا, طبعاً. يعني إيه احنا ما بننتبه اكيد هو قياده اكيد, أكيد. تنظيم امور الاولاد بالبيت والتايمينج والتاثير عليهم مين بياثر عليهم لمين يسمعوا الكلمه هيدا نوع من القياده طبعا واثنين لازم يلعبوا دور بيكملوا بعضهم يعني ان كان الرجال او الامراه لازم يكونوا عم بيكملوا بعض يعني ما حدا نعم. بيفتصر دور الثاني نعم. اكيد بدي هيك مثل كلمه اخيره منك للشباب والصبايا اللي ممكن كمان عم بيروحوا على عمل عم عم بيخسروا هيدي الفرصه بالعمل يمكن لانه ما بيتمتعوا بالقياده بدي كلمه منك لهم أه بدي اياهم ما يتكلوا بس على شو تعلموا هن خلال دراساتهم الجامعيه نعم. ويكتفوا عندها نعم. اوكي هيدي شيء كثير مهم ولكن ان بدهم يثقلوا مهاراتهم يعززوا مهارات يلي بعوزها رب العمل فيها تكون الكوميونيكيشن فيها تكون الإيموشنال إنتلجنس لأنه حسب الدراسات الأخيرة الإيموشنال إنتلجنس بيحتل المرتبة الأولى بي, uh, بالذكاء قبل الإنتلكشوال إنتلجنس. سو هالقد صار مهم حسب هارفارد بزنس ريفيو ستدي 87% of your success depends on your personality و 13% of your success depends on your knowledge on or on your degrees or on your experience من نجاحك بيرجع لشخصيتك وللكاركتر تبعك نعم نسبه كتير عاليه يعني مشين هيك عم اقول انا لازم تثقل مهاراتك القياديه من ذكاء عاطفي تقوي شخصيتك تعزز الكاريزما تبعك تواصلك مع الاخر لحتى تقدر انت تكون فعلا ناجح نعم شكرا لك دكتور دوري دو على المعلومات اللي اعطيتنا اياها حول القياده وعلى امل اكيد نرجع نشوفك أكيد. أكيد. بحلقات ثانيه شكرا لوجودك معنا, معنا اذا مشاهدينا هيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا ما تنسوا تتابعونا عبر شاشه مريم تي في وعبر وسائل التواصل الخاصه بالقناه الى اللقاء